مساء الخير للجميع، رجعت لكم بمقطع جديد وفيديو جديد، واتمنى الكل يساوي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وخلونا نبلش. طبعا اليوم هو موضوعنا عن المدرسة، خلونا نبلش من اولها من البواب. طبعا احنا نيجي دايما عمين اول اشي على الفوتة على بواب المدرسة. بواب المدرسة ابصر شيء دايما تحسه هيش رافع خشمه، مفكر حاله بواب بنك يعني مش بواب مدرسة. ولا غير هيك، احنا خلونا نكمل جوا على المدرسة، خلونا نفوت احنا على الصف. عندكم بالصف دايما بي عندكم هذا المعلم يفوت على الصف دايما هين تحت اباط ويجي بمعرق مي. طبعا احنا طلاب الصف نظلنا نأشر عليه ونطلع عليه ابصر شايف نحس انه اشي غريب هو معرق. ولا والافضح من هيك لما تيجي اخرى مين معلمة معرقة هين تكون لابسة تعرفهم قميص لونه مثلا رمادي، تلاقى مين تحتيه بيه بركة رمادي. وغير هيك احنا خلونا نكمل. طبعا بيه بالصف البني ادم بيه انواع طلاب بالصف، خلونا نبلش من هذا النوع. بيه عندكم هذا الناصح، هو هذا يكون خزان الصف. مين دائما يظل بيه وراء اكل بالصف هو ياكله. بيه حدا ظل وراء ايش ساندويش، مين حد دائما ظل وراه دائما يروح لإله طبعا. وخلونا نيجي لهذا اللي بالصف دائما مربي لحية، مفكر حاله سو كيوت هو. وهو طبعا يفكر انه اللحية انه هو صار زلمة سيد الرجال بالصف. طبعا هيك احنا نحكي عن صف العاشر، انه مربي لحية ويفكر حاله انه سوبر زلمة صار. وخلونا نيجي لبنت الصف هاي الجفصة هاي اللي شايفة حالها دائما ما تعرف، عادة هي دايما تجيب ميات هاي البنت ما تعرف ليش، مش شايفة ولا حدا بالصف. والأهم انه دايما يكون ابوها يا محامي يا دكتور، وامها تكون معلمة اخرى. وشو مستحيل تحكي ولا مع اي حدا بالصف غير بس اللي من مقامها، شرط يكون طالب ابوه يكون دكتور او محامي عشان يكونوا نفس المقام. طبعا تيجي هي واخرى، هي بالذات دائما لازم تكون لابسه اديداس ودائما حاطه من اجدد البوكل. وخلونا نيجي على المعلمين، يعني خلينا نفوت بالمعلمين والطلاب كله مع بعضه خليطه. نيجي على المعلمين، بيه المعلم عندك دائما هذا يجي مزبط حاله قرافتة وقميص ومزبط حاله على اخر طرز واخر لوك ولابس لك فرساتشي وساعه ابصر شو، قميص بولو بنطلون فرساتشي، ما مو مخلي لابس كل شيء متكتك. بس شو عنده سيارته دائما على نزله المدرسه دائما غاطه تطفي، دائما طلاب صف 12 لازم يقفشوا له السياره ما تعرف ليش. وعندكم اهم شيء المعلم الجديد لما يفوت على الصف، لما المعلم الجديد يفوت على الصف الكل يقول يتمسخر عليه، ما تعرف من الكل يصير راجد عليه محيات بريات تمسخر عليه شو اسمك وش اسمه. واذا والاضرب من هيك لما شو يكون يلكع خلاص وثقتوا خلاص طلاب الصف انتو كلاب. واهم اشي عندك هذا الطالب اللي ريحته دايما طالعة، دايما ريحته طالعة ما تعرف خلاص طالعة دايما. وشو ريحة ثم اخرى بالمرة تعزم عليه البان، لا ما اكل البان مستحيل اكل البان، اني ما اكل البان مستحيل يا عم خلاص كل البان خلاص كل البان مو مش شهر. ودايما في البنت هاي اللي عيونها زرق بالصف، شعرها اشقر، لابسه بنطلون يجنن، كل اشي يجنن بيها، كل اشي تلاقيه على اخر طرز. بس شو ممسوكة لابن عمها من 10 سنين مربوطة، شو خاص هون فهم. ولاد الصف طبعا كلهم عيونهم عليها للبنت، يعني كل ولاد الصف عيونهم عليها، ما ركزوا مع الاستاذ قد ما ركزوا عليها. مدير المدرسة ما تعرف ليش انت دائما مدير المدرسة له ريحة ثم، تفوت عنده استاذ المدير نعم صفرا بشكل مش طبيعي، ريحة ثم مقدر مستعملوها بصواريخ، يصير مضرهم صواريخ بها من ريحة الثم تبعته. وبي عندكم انواع الامهات اللي تيجي تسال عن الطلاب، بي عندكم الامه اللي تيجي كيف حموده، لا هو والله يا استاذ براجع وهو اساسا ما يفتح كتاب شيله بالدار. بي عندكم الامه اللي تيجي دائما مضغوطه على الصف وتعرف
أنا بديش حد يقرب على ابني، ابني روحي وحياتي، أنا اللي بهتم بابني، تقربوش عليه، أبوه ما بيكت الغبرة عنه، بيصيرش عليه حكولي أنا، هذا ابني، ابني. وغير هيش، خلونا نكمل. وعندكم المعلمة هالي دايماً لابسة أخرى أشياء جديدة، وأهم شي الكعب يطقطق. كيفكو؟ شو أخباركو؟ خلاص عاد منت جايب رينو موديل الثمانينات مش التسعينات، صفيتها باب المدرسة تكون راشة عطر حق صيرتها تكون العطر. ودائما لاشة مرة تكون صواية تخرخش. وغير هيك خلونا نيجي على حمام المدرسة. طبعا هاي البنت اللي الجفصة اللي شايفة حالها بالصف، لما تفوت على حمام المدرسة هي أول وحدة تفوت على حمام المدرسة تقعد تبني عش، عشان تقعد على الكبينة على القعادة تبني عش، تحط محرمة ومحرمة 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 عشان تقعد. غير هيك حمام المدرسة ما تعرف شو نوعه، ريحته تحسه مختبر من ريحته المقرفة ما تعرف. طبعا الشاب بيفوت على الحمام يطير هالمي، البنت اشي ثاني يعني تضطر تقعد. اهم اشي اخرى، هاي المرة اللي تيجي عاملة ابنها ملاك، ابني فيش منه، ابني لا ما بصدق لو بشوفه بشوف عيني، مستحيل لا. وعندكو هاي الام اللي دايما تجيب شغلات للمعلمين تغريهم، تجيب لهم اشياء واكل، هاي معمول من معمولاتي، وهاي شو اسمه من طبخاتي، وهاي شو اسمه ضبط لي علامات ابني، هاي يعني تعمل حالها ابصر شو يعني اشياء، هاي واقعيه، كلها اشياء واقعيه اللي تصير بالمدرسه. ولا سكرتيره المدرسه تحسبها تعد بقر لما تفوت على شو اسمه. اه لا محمود، احنا نعرف انه محمود دائما غايب اكس، اصل هي دائما تيجي سكرتيرتك مثلا العاشر الف محمود دائما غايب، مو معروف اكس. طبعا مره محمود يطلع بالصف يحط اكس لانه تعودت انه محمود دائما غايب، وتيجي ام محمود مضغوطه دائما اسف ابني ابني اخ بس اخ. عندكم دائما هذا اللي يجي الابو الزياره لعند بنت صفكم، دائما ما تعرف يطبوا قدام الصف كت غبرته كت يا يابا، يذبحوا قدام الصف. وبعدين بس اقول بدي لا والله ابني علاماته عاليه، والله برفع الراس، برفع الراس من طموطه راسه اقل من الراس خلاص. ونيجي للبنت هاي اللي احسن بنت بالصف، ماجده تقدري تكتبي لي؟ ايدي تجوعني. ماجده روحي ابري لي القلم. ماجده روح اشتري لي من الكيوسك، ملان الكيوسك ما اقدر اروح اشتري. ماجده طبعا هي ماجدة نفسها للكل، هي شغالة ماجدة. ونيجي للطالب هذا اللي دائما هو اللي يعين الرحل واللي ينسق لزيارات المستشفيات اذا واحد من اولاد الصف وقع انكسر. الدفع اليوم 10 شيكل، طبعا هو اخذ 5 وقعد يضبض. وعندكم هذا الطالب اللي يكون دائما ابوه مربي صف، ما تعرف منين دائما يجي عنده، انا كل مثلا كل صف اروح عليه دائما يكون مربي الصف له ابن، هاي تكون مؤامرة من المدير يعني يكون ابنه بصفي ما اعرف ليه دايما هاي. ولكلكم والمعلم تبع رياضياتكم ثاني، طبعا احنا نعرف انه معلم الرياضيات انه كفار يعني انه نعرف انه دايما يغيب، بس انه يقعد يحكي يمل الدنيا بزاق كلياتها، يمل الدنيا كلياتها بزاق يعني لما يقعد يشرح يمل الدنيا كلياتها بزاق. يعني انا من رايي البنت الجفصة تمسكوها تحطوها قدامه عشان تملى بزاق، نتفشش بيها ونشتد بطور نقولنا. والمعلم ما تحسه معلم لما يكون رحلة، شو تلاقيه لبس لك الطاقية وحط لك سنسالة تفكره دود اشي طبيعي. طلاب ستبتي عندكم الام هالي تيجي دائما تتبكبك والله بدرس والله بيساوي ومو مبين اذا سلو
وتيجي أم الثانية هاي اللي تيجي طبعاً هي دائماً تهدد ابنها إذا ما تركز بالصف بقول لأبوك. أبوك ما بدري بالموضوع، بقول لأبوك، بقول له ركز ولا بقول له. نيجي للطالبة هاي اللي دائماً تبكي بالصف على 99. وليش منت جابة 99 مش عجبيتش؟ أنا أجيب 55 كيف أقعد أرقص. خلاص عاد خلاص. وشكرا لكم على المتابعة حبايبي، وأتمنى أنه يعني يكون الحلقة أجبتكم، يعني أنه نبلش أول بول على اليوتيوب، وإن شاء الله راح نكون نفوت أجمد بكثير فيديوهات، وراح أصير أنزل تحديات مقالي بكثير شغلات. بس أتمنى تساوم لايك وسبسكرايب للقناة، وتابعوني على سناب شات، وتابعوني على الإنستغرام، ويعطيكم ألف عافية حبايبي.